كذا وبنعمل كذا النهارده. ف طبعا بتفقد كل اللجان التامين. لا يعني التامين على اعلى مستوى. هي الصوره دي يا خالد جميله أمر. لا انا عارف انها حفيدتها يعني عارف. فدي برضه بقول لك انك انت بتزرع في الاطفال. احنا دايما مش همنا النهارده يعني، حتى لما كنا دايما انا وخالد بنقعد نقول اصلاح اقتصادي واعباء ومعلش وشويه، ليه بنستحمل؟ علشان اللي جاي، عشان خاطر ولادنا، عشان خاطر احفادنا، فعشانهم هم، فهم لازم يكونوا موجودين جزء اساسي من المشهد، يبقوا فاهمين انا النهارده نازل اعمل ايه، يعني ايه الحبر الاحمر ده، انا بدي صوتي ليه، حتى لو بعبارات بسيطه جدا جدا على قد فهمهم وعلى قد سنهم، لكن انا بزرع فيهم انتمائهم وحبهم لبلدهم والمستقبل البلد دي بعد كده. وزير التعليم برضو. وزير التربيه والتعليم طبعا، الوزراء كلهم يعني وزير الشباب والرياضه النهارده كان واقف في طابور طويل، والدكتور علي عبد العال احترمته. عندنا صوره الدكتور علي عبد العال وهو واقف في الطابور، عايز اعرضها لان بصراحه الراجل يعني اثرني بالوقفه بتاعته. طبعا لا خلاص هو الكل بيقف في طابور، الراجل الثاني في الدوله بحكم الدستور، لكن صمم ان هو يقف في الطابور وما يستثنيش حد. ويعني كان مشهد الحقيقه كله تواضع يعني. زي ما انتم شايفين كمان اللي لاحظته الدكتور علي مصلحي اللي لاحظته على فكره، الدكتور علي مصلحي من الناس اللي يجيدوا الحديث مع الشعب يعني. عنده طريقه كده، واحد منك كده، تحس ان هو ايه فاهم بيتكلم معاك ازاي، ودايما الناس بره اللجان بتتلم عليه وتتكلم. لو في احاديث كانت جانبيه وفي تصوير برضو، تحس بقى ايه لقطات تذكاريه لليوم ده. وزير الصناعه لا كل المسؤولين طبعا. دي برضو لما بنتكلم على الطوابير دي تدي دلاله ان البلد اتغيرت.